رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، خذينا هذا الفاصل ريحنا، لكن في بالنا للحين اصدر اليوم اللجنه الفنيه لكاس الاتحاد كاس الخليج العربي القائمه اللي يعني النهائيه مرشحين مرشحين لاختيار الافضل. راح يكون من ضمن القائمه لاعب منتخب السعودي عبد الله عطيف، كذلك عبد الله الحمدان ونواف العابد، والاخير اكرم عفيف. في افضل الهداف هو علي مبخوت لاعب منتخب الاماراتي، وافضل حارس ما بين فواز القرني وفايز الرشيدي. رايكم قبل صراحه اختيار عبد الله عطيف كافضل لاعب بالنص، امانه لاعب مجتهد داخل الملعب ويربط الفريق بالكامل. في اختيار ثاني شو اسمه لو سمحت، منو؟ من الحراس ولا من؟ لا من اللعيبة، من اللاعبين. أكرم عفيف مبخوت، أكرم عفيف، نواف العابد، عبد الله حمدان، عبد الله عطيف. لا أعتقد أكرم عفيف هو الأحق، لأن المستوى اللي قدمه في المباريات اللي لعبها صراحة مستوى راقي جدا ومستوى كبير جدا يعني، فيستاهل أنه يكون من أفضل اللعيبة اللي يختارونهم يعني. بالنسبة للحراسة أتوقع أنا حارس مرمى عمان فايز الرشيدي ما قصر، واعتقد قام بدوره، لكن الحال ما اسعفه في اللقاءات اللي لعبهم، والله يعطيه العافيه ويوفقهم جميعا. ابو مشاري رايك؟ والله شوف بالبطوله هذه بالذات ما شفنا اللاعب اللي لفت الانتباه بحيث انه اربع مباريات واحد ركز عليه يعني للامانه بالبطوله هذه، لان شفنا البطوله هذه اللعب الجماعي اللي هو المنظومه الحديثه لكره القدم شفناه بالبطوله، فغطى على اللاعب المميز الموهوب لانه ما اثر على نتيجه اي فريق، الجماعيه هي اللي جابت النتائج والرتم هذا. اما بالنسبه لافضل لاعب اتوقع اكرم عفيف راح ياخذها على اساس ان الفريق القطري لازم يطلع له بشيء كتنظيم بطوله. شلون بالله يعني؟ هذه بطولات خليج. شلون يعني؟ بطولات خليج الكيكه بالاخيره متوزع يعني؟ بطوله خليج لما توزع الكيكه فريق منظم بطولة واللاعب هم أداءه ما كان سيء بارز شوي يعني، عارف؟ فأنا وجهة نظري هو اللي راح يعني. وجهة نظرك من مستوى إيه، لكن تقول لي علشان محاضرة أنا أقول لك، أنا من الحين أقول لك وبكرة إن الله أعطانا عمر ذكروني فيها. وأما بالحراسة أتوقع راح يراضون فيها. أنت ليش عندك الإمراضات؟ أنا قاعد أقول لك هي كيكة تتوزع، هي كيكة تتوزع خصوصا البطولات الخليج. ليش يلعبون وتصريحات والعالم تعبانه واحنا هني قاعد حبيبي. صوتنا راح علشان بعدين تطلع تقول لي محاباه الجوائز. بكره احسن حارس راح ياخذها العماني. لا ابو مشاري والله كلامك. انا قاعد بكره ذكروني فيها، وهذا رايي. قول اتمنى بس، عرفت؟ ايه رايي بكره ذكرني فيها ونشوف، واتمنى غلط يعني. زين، العماني احسن حارس والقطري بكره. غطر اكمر اكرم عفيف. انا ابو فهد اقول والله يعني بغض النظر عن الاسماء، انا هذه رساله للاعبين منتخب الكويت. يحزننا الحقيقه انه ما في اي ترشيح لاي لاعب كويتي، لا على مستوى الهداف ولا على مستوى اللاعب ولا على مستوى الحراسه. واتمنى هني تكون رساله اللي يعني تكون هي كانها رساله عتب فنيه جت من يعني من اللجنه او حتى من الجمهور الكويتي. كنا نتمنى نشوف احد من لاعبين منتخب الكويت، لكن هذه نتيجه طبيعيه يعني. الفريق سنتين بطولتين للأسف ترتيبه الأخير في المجموعة حقيقة، هذه أكبر يعني أكبر رسالة بأن الأداء ما كان جيد، ما كان طيب. عشان تبي ياخذون أفضل لاعب، عشان كذي قاعد أقول لك هذا يفترض، لا منطقيا أنه ما أخذوا أفضل من منتخب نص الفريق راجع إصابات بتعورين نص الفريق. تخيل فريق نصه راجعين مساكين حق أنديتهم يعني. أنا يعني الله يكون بعون نادي القادسية ونادي الكويت، ضريبة خسروا لاعبين يعني هم مو بيدهم للامانه. لا انا اقول على فكره، وفي ضريبه ثانيه الجماهير رايح الفكر عنها، اللاعبين اللي ما شاركوا بالمباريات هذا الحين كل نادي راح يعاني مع لاعبين اللي جاي من المنتخب من الصفر، الرتب اللياقه كلهم راح تكون لياقتهم صفر كلهم. اللي قاعد المدرج بس اللي يصاب من اجل يعني منتخب الكويت يعني. اي بس كان يفترض بالعكس لك يعني. انا اوجه رساله عتب حتى حق الجهاز اللي تحضير اللاعبين، الجهاز الطبي او الجهاز، مش ما اقصد دكتور الفريق، اقصد اللي التاهيل البدني حق اللاعبين. لكن الحقيقه عزانا الوحيد اذا كان في جائزه راح يستحقها الكويت، فكان يفترض انها تكون لجمهور الكويت للامانه.
جمهور الكويتي كان الحقيقة فاكهة البطولة في حضورهم في تميزهم في أعدادهم، لكن هذا كنا كانت موجودة بدورة الخليج أحسن جمهور يعني ما أدري عدد ما أدري هل بطولة مطبقين فيهم في مرة هاي بطولة لا في بطولة في مرة حطوا كذي أفضل جمهور في مرة سواء الجمهور أو الرابطة الحقيقة يستاهلون إنهم يكونون أفضل لاعب عمر بالنسبة حق الأسامي المرشحة. أنا أتوقع أكرم عفيف، اتوقع اكرم وافضل حارس فيه مو افضل لاعب اختير باسيا باسيا نعم، واتوقع افضل حارس فايز الرشيد فايز بصباح. رايك في شوف يعني انا رايي من راي ابو مشاري اللي هو البطوله هذه ما شفناها لاعبين مهاريين يعني بارزين شفنا يعني منتخب السعودي المباراه الاولى غير عن المباراه الثانيه، شفنا المنتخب البحريني 11 ب 11 11 كل شوي 11 المنتخب العراقي فريق منظومة. بس اي بس أي. طلع من منتخب بحريني كبير الصراحه وقدر يوصل ترجيح الامارات ما هو الفريق عن اللي ما هو الامارات ما هو الفريق ما اللي احنا نعرفه الثقيل يعني. اللي المنتخب اليمني طلع قبل يدش المنتخب الكويتي احنا عارفين ظروفه كلها. انا اعتقد ان البطوله هذه كانت بطوله مدربين وافضل اثنين وصلوا حق النهائي كانوا يستحقونها، واعتقد ان افضل لاعب راح ياخذها اكرم عفيفي. وحتى الحراس يعني ما شفنا الفريق الكبير مرشحه اسمين فواز القرني وفايز الرشيدي، اعتقد ان يعني فايز الرشيدي ياخذها.